وقال سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش، وهو الله سبحانه وتعالى مكين، يعني جبريل عليه السلام له قوة، أعطاه الله قوة وأعطاه الله مكانة وقربا من الله جل وعلا، مطاع تطيعه الملائكة، ثم أمين، أمين على وحي الله عز وجل. هذه أوصاف جبريل عليه السلام، أنه بهذه الأوصاف، وأنه أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، وإنما يبلغه كما تحمله عن الله جل وعلا.